السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حوار المساء. أزمة في الكهرباء وأخرى في المياه وثالثة في تأخر المرتبات، يتبعها أزمة سيولة، وأخيرا وليس آخرا تكدس لأكوام القمامة على أرصفة الطرقات. أزمة تسلم لأخرى وطوابير ما أن تنتهي حتى تبدأ في مكان آخر. من المسؤول عن تفاقم كل هذه الأزمات؟ وهل بعضها مفتعل أم أنها نتيجة طبيعية لأوضاع أمنية واقتصادية هشة؟ وما هي آخر الجهود من أجل التخفيف على الأقل من هذه الأزمات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها ونناقشها في حوار المساء هذه الليلة، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. يدخل شهر رمضان المبارك بخصوصيته واحتياجاته على أوضاع خدمية ومعيشية متآزمة أصلا، ليزيد من معاناة المواطن اليومية ولتزاحم الأزمات الاقتصادية نفحات الشهر الإيمانية. أزمات خانقة تبدأ بالسيولة والكهرباء والمياه ولا تنتهي بتكدس أكوام القمامة على أرصفة الطرقات. أزمات تحاصر المواطن من كل مكان، ينتج عنها طوابير طويلة أمام المصرف وليال صيفية مظلمة لا يقطع هدوءها إلا أصوات المولدات الكهربائية التي لا تزال تسمع في كل شوارع العاصمة. ما لم يتبع هذه الأزمات أزمة وقود تأتي على هذه الأصوات لتخرسها وتجعل ليالي رمضان الصيفية مظلمة هادئة. حكومات ومجالس بلدية ورئاسية تعلن عن اجتماعات وجلسات وتتقدم بوعود وحلول عاجلة فور استلامها لمقاليد الأمور، ثم ما تلبث تلك الوعود أن تتلاشى ويحل محلها مبررات وأعذار وشماعات جاهزة تعلق عليها كل الوعود السابقة. أزمات يراها البعض متأصلة تتعلق بالوضع الأمني الهش، وتتوقف صادرات البلاد النفطية وانقسامات سياسية وإدارية بين شرقي البلاد وغربها، غير أنها تسوق أحيانا كأسباب للقبول بحلول لا مفر من قبولها حتى تقبل الحلول ثم تستمر الأزمات. واقع خدمي لا يتغير بمجرد وعود الساسة، فانقطاعات التيار الكهربائي المتوالية تعزوها الشركة العامة للكهرباء لفقدان ما يقارب 700 ميجاوات من القدرة الإنتاجية بالمحطات، وانفصال دوائر نقل الطاقة الواقعة بين سرت ومصراتة. هذا غير تأخر مرتبات موظفي الشركة العامة للكهرباء لما يقارب 5 أشهر. تأخر المرتبات هو ما تعانيه أيضا الشركة العامة للخدمات، فما أثر على استمرار خدماتها ونتج عنه أكوام من القمامة تتخذ من أرصفة الطرقات مستقرا لها إلى حين. وإذا حضرت المرتبات بدأ الحديث عن السيولة، أزمة لا تكاد تفرج حتى تسلم المواطن إلى أزمة أخرى. فهل هناك حلول واقعية تلامس الأفق؟ أمان الحديث عن الحلول لا يعدو كونه تخديرا للمواطن يستعمل أحيانا للتخفيف وأحيانا أخرى لتمرير حلول جديدة لا مفر من قبولها. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ونرحب بضيوفنا الكرام. معي هنا في الاستوديو المهندس ناصر الكريو، عضو المجلس البلدي طرابلس المركز وكذلك رئيس لجنة الأزمة به. مرحبا بك سيد ناصر الكريو. وكذلك معنا عبر الهاتف السيد عصام العول المتحدث باسم مصرف ليبيا المركزي. نرحب بك سيد عصام العول، وأبدأ معك ربما. سيد عصام، بداية، وضع المصرف ليبيا المركزي الآن، يعني الوضع المصرفي، هناك كثير من المشاكل التي يعاني منها الناس، من ضمنها تأخر المرتبات ونقص السيولة. لو أوضحت لنا بداية سبب تأخر المرتبات ثم سبب عدم توفر السيولة حتى الآن. بسم الله، أحييك وأحيي ضيفك الكريم وأحيي المشاهدين، ورمضان كريم إن شاء الله. مثل تأخر المرتبات، المصرف المركزي هو جهة تشريعية تنفذ ما يرد إليها من وزارة المالية. يعني بالنسبة للمصرف المركزي لا يملك صلاحية إيقاف المرتبات أو تنفيذها إلا وفق التشريعات النافذة
اللي هي تتطلب ان ياتي الاجراء اليها من ياتي الاجراء اليه من وزاره الماليه. وبالتالي نحن لا ننكر جهود العاملون بوزاره الماليه، لكن مساله التاخير هي خارج اطار مصرف الفيدرالي المركزي. ولربما لاحظت في الفتره الاخيره اننا بدانا ننشر تنفيذ المرتبات فور ورودها الينا، ونحدد بالساعه التي استلمها المصرف المركزي ساعه الاستلام وساعه التنفيذ. حتى نوضح للراي العام ان المصرف المركزي لا يوقف اي اجراء طالما انه ملتزم بالتشريعات النافذه. هذه بالنسبه لمساله المرتبات. طيب قبل ان ننتقل من هذه النقطه، عفوا سيد عصام العول، حتى يتضح الامر لنا وللساده المشاهدين. وزاره الماليه، هناك ثلاث حكومات في ليبيا، اثنان منها في العاصمه طرابلس حتى الان. عن اي وزاره ماليه تتحدث حتى نعرف من هو المسؤول عن تاخر المرتبات حتى يعلم الناس؟ نعم. الان الاجراءات تاتي عن طريق اللجنه الماليه المشكله عن طريق المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي. هذه طيب. نعم. هذه هي المسؤوله الان عن المرتبات في كافه ليبيا، بالرغم من الاختلاف السياسي، بالرغم من وجود حكومتين وبرلمان الا ان المرتبات لا تزال تصب في اطار موحد. هذه نقطة يعني واضحة للجميع. وردت الأسبوع الماضي مرتبات شهر أبريل شهر 4 ونفذها المصرف المركزي فور ورودها ثاني يوم. يعني طيب ماذا عن مشكلة السيولة؟ مشكلة السيولة خلينا ناخذها يعني بمفهومها العام. هي شوف أنت لو ترجع لبيانات المصرف المركزي منذ عام 2014 نبه إلى أن إذا ما استمر الليبيون في الانقسام السياسي فإن هذا سيترتب عليه طبعا أزمة مالية بتكون خانقة جدا، ونبهنا على هذا الكلام منذ عامين. وطالبنا في البيانات التي تصدر عن المصرف المركزي وهي معلنة وموجودة في الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للمصرف على الفيسبوك وتويتر، نبهنا إن لم يتوافق الليبيون على حكومة موحدة يتم بعدها فتح حقول النفط وعودة الإنتاج النفط إلى وضع الطبيعي وإحلال الأمن في البلاد، فإن المصرف المركزي لا يستطيع أن يبقى صامدا أو يستطيع حلحلة هذه الموضوع بنفسه، لأن بالاستقرار السياسي يحدث استقرار اقتصادي. ومع هذا لم يقف المصرف المركزي مكتوف الأيدي، بل اجتمعت اللجنة السياسات النقدية بالمصرف المركزي وحاولت أن تضع الحلول التي يمكن من خلالها يعني الاستمرار في صرف المرتبات ودعم المحروقات والمتطلبات الضرورية التي يلزم الصرف عليها وعدم توقفها. الأزمة السيولة اللي تشوفها أنت حاليا الآن عند عمليات السحب أكثر من عمليات الإيداع، نتيجة غياب الثقة في المصارف نتيجة الأوضاع الحالية. أغلب المودعين أصبحوا يسحبوا في أموالهم. عندنا ما يقارب 26 مليار مخزنه في المنازل. 26 مليار، ماذا تقصد ب 26 مليار عفوا، ماذا تقصد ب 26 مليار مخزنه في المنازل؟ خارج القطاع المصرفي، يعني متداوله، الناس تتداول خارج القطاع المصرفي. 26 مليار المحصول 26 مليار. نعم. طيب يعني ربما قضيه السيوله من ضمن الحلول التي مطروحة، ربما الإجراءات قضية فتح الاعتمادات المستندية ربما لسحب جزء من هذه المليارات التي خارج الدائرة المصرفية، ومن ضمنها أيضا قضية جلب السيولة من الخارج، وسمعنا بوصول بعض الطائرات التي تحمل بعض العملات النقدية. ما الذي جرى بخصوص هذا الموضوع؟ نعم، هي شوف بالنسبة للشحنات هذه متعاقدين عليها ومستمر فيها، يعني هذه نشتغلوا فيها وفقا لمنهجية العمل المتبعة لدى إدارة الإصدار في مصر في المركز، وهذه الشحنات تأتي تباعا لما متفق عليه سابقا، إلا أن حدث تعجيل، يعني تعجيل في بعض الشحنات في مواعيدها. واستلمنا منذ في سنين 6 جاري 112 مليون دينار ونصف، وتم توزيعها على كامل اقسام الاصدار في ليبيا بالكامل دون استثناء في الشرق والغرب وفي الجنوب. حنستقبل يعني بعد ايام قليله باذن الله 250 مليون دينار منتصف الشهر الجاري، ومع نهايه الشهر هذا سيكون المبلغ الاجمالي الذي سيصل مليار دينار ليبيا، وهذه الشحنات يتم توزيعها تباعا، يعني لا تبقى مخزنه في المصرف المركزي. يتم توزيعها على كامل المصارف في ليبيا. ماذا عن الاعتمادات المستنديه؟ نعم
طبعا احنا البطل في المركزي منح يعني فاتح في مساله الاعتمادات وحولات البطاقات، وكذلك فتحنا المستندات في رسم التحصيل، هي توريد السلع عن طريق المستندات يعني بمناسبه شهر رمضان المبارك. هذه طبعا الموافقات هذه يتم مقابلها ايداع اموال في المصارف. طبعا سمعنا بمدراء المصارف الخميس الماضي، وطبعا طبعا الاجتماع كان مخصص لمعالجه موضوع السيوله. طلبنا منهم ان نشوفوا الموافقات التي منحها مصرفي المركزي لتغطيه المصروفات من النقد الاجنبي سواء كانت في صوره اعتمادات او حولات بطاقات او مستندات برسم التحصيل، واثر على توفير السيوله، وطلبنا منهم ان يزودونا بموقف يومي على هذا الشان. طبعا المستندات برسم التحصيل فقط تم فيها موافقات بما يعادل 900 مليون دولار. هذا إضافة إلى الاعتمادات. يعني هذه العمليات تتم كلها تحصل مبالغ، وهي ساهمت بنوع ما أنها توفر السيولة. لكن طلبناهم أيضا أن يأخذوا بعض الإجراءات، في بعض المعوقات تواجه الموردين والشركات. طلبنا من المصارف أن يعملوا يعني على تسبيلها بشوية مرونة في الإجراءات ما بين القطاع المصرفي والتجار. طيب. يعني بس تساهم إن التاجر تعود للثقة في القطاع المصرفي، ومنها يقوم بعمليات الإيداع اللي هي تعاني منها المصارف. طيب ذكرت ان هناك شحنات من السيوله ربما تصل في الايام القادمه غير التي وصلت الايام الماضيه. الان عفوا سيد عصام العول، الان يعني لدينا مصرفين مركزيين وكل منهما يستجلب عمله يعني من جهه ما. هناك مخاوف من اشكاليه قد تحدث نتيجه وجود مصرفين ووجود عملتين، يعني لو وضحت لنا هذه المشاكل وكيف تنظرون اليها انتم؟ طبعا المصرف المركزي كان واضح يعني ان عمليه طباعه العمله هذه لا يتدخل فيها لا المحافظ او نائبه او ايا كان، هذه اليه متبعه لها تشريعات ولها قوانين يستغل فيها المصرف المركزي منذ تأسيسه، ولها مواصفات لتقررها ولتنظمها إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي. وبالتالي كان موقف المصرف المركزي الرئيسي بطرابلس موقف واضح وصريح في هذا الشأن، أن العملة يجب أن تصدر وفق المعايير اللي تنظمها إدارة الإصدار ولا يصدرها أي شخص آخر. لكن مع هذا هناك جهود مبذول، يعني أن مجلس الإدارة مصرف ليبيا المركزي بدأ يجتمع، وهي جهود يعني كانت في اطار ان المجلس الرئاسي ان يظل المصرف المركزي موحد. طبعا المصرف المركزي بطرابلس دائما يدعو الى توحيد المؤسسه النقديه والابتعاد فيها عن الانفصام. طيب ما مصير في هذه الحاله بالنسبه اليكم، ما مصير العمله او السيوله التي استجلبها محافظ مصرف ليبيا المركزي الموازي في مدينه البيضاء؟ ما مصير هذه العمله؟ هل ستتعاملون معها؟ هل ستقبلونها؟ هذا متروك في إدارة مصرف ليبيا المركزي. طيب دعني يعني أسألك في جوانب أخرى، يعني هل هناك مصارف خاصة مثلا بالنازحين؟ يعني مثلا مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى تحوي عددا كبيرا من النازحين من مناطق النزاع والاشتباكات، كيف يعني تتعاملون مع هذه الأعداد الكبيرة التي ربما تقف وتزاحم على المصارف، ومن حقها ذلك طبعا، من اجل الحصول على مرتباتها ومستحقاتها؟ كل مصرف هذه مسؤوليه المصارف التجاريه. كل مصرف تجاري لديه فرع في اي منطقه تشهد مشاكل او فيها نزاعات، طلبنا من كل مصرف انه يدير حل، يعني سواء بنقل يعني عمليه سحب هؤلاء المواطنين الى اقرب مصرف فيه، او الى اشهار مصرف معين يعلم زبائن المصرف في تلك المناطق انه يتجهوا له، وهذه طيب. موجوده يعني حاليا. طيب سيد عصام العول، يعني اعلم انك تريد ان تغادرنا بعد قليل، ولذلك اريد ان استثمر معك الوقت واعتذر من ضيوفي الكرام الاخرين الذين ينتظرونني. اريد ان اسالك سؤالا اخيرا بالنسبه الي، وهو الان المواطن ربما سمع يعني اخذ خلفيه عن كل هذه الاشكالات والاجراءات والى اخره. المستقبل
هل سنشهد انفراجا في الأيام القليلة القادمة أم ربما تستمر الأزمة أم تسوء أكثر من وجهة نظرك؟ موضوع تأخر المرتبات والسيولة وإلى آخره. شوف، هي العملية كلها مكملة لبعضها. بالوفاق بحكومة موحدة بأن يغلب الجميع مصلحة الوطن، سنتغلب على هذه المشاكل بعون الله تعالى. طيب، لست أدري إذا كان لديك سؤال سيد. طيب سيد أشرف المريمي، أرحب بك مدير الإعلام بشركة الكهرباء معنا عبر الهاتف، وأعتذر عن التأخر عنك. سيد أشرف تسمعني؟ نعم معك. طيب سيد أشرف، بداية ربما أسألك، استمعت إلى السيد عصام العول المتحدث باسم مصرف ليبيا المركزي. قبل أن يغادرنا السيد عصام العول، هل لديك أي سؤال تريد أن توجهه بناء على ما سمعته بداية؟ نعم بارك الله فيك. نحب نكون ان شاء الله نكون ضيف خفيف الظل معكم. السؤال المهم واللي يخطر في بال جميع العاملين بالشركه العامه للكهرباء هو تاخر المرتبات واسباب التاخر. الاشكاليه احنا كشركه عامه للكهرباء تم اعاده جميع المعاملات المصرفيه والمستندات الخاصه بجميع الموظفين الى وزاره الماليه، ووزارة المالية حسب الإفادة اللي أفادونا بها أن تم إحالتها لمصرف ليبيا المركزي. طيب أي وزارة مالية؟ عفوا سيد أشرف المريمي، وزارة المالية الخاصة بحكومة الوفاق، يعني احنا الخاصة حاليا بحكومة الوفاق. طيب متى حصل هذا الأمر؟ ما احنا من بداية الخطة يعني قبل شهر كان فيه الإشكالية هذه، يعني من شهر 12 وشهر 1 من السنة الماضية، وحاليا قاعدين مستمرين بنفس المشكله اصلا. يعني تو وصلنا لعند الاربع شهور، موظفين الشركه العامه للكهرباء اصابهم احتقان كبير جدا من بسبب تاخر المرتبات. اربعه اشهر يعانون من نقص سيوله، يعني مرتباتهم موجوده في حساباتهم لكن السيوله غير موجوده، ام لم تنزل اصلا المرتبات؟ لا لم تنزل. طيب دعني احيل هذا السؤال. دعني احيل هذا السؤال الى السيد عصام العول. سيد عصام العول شركة الكهرباء. أنا المعلومة الذي لدي أن لكافة المرتبات تم تنزيلها بما فيه شركة الكهرباء، لكن إن كان هناك تأخير أو غيره من الأسباب أنا لا تحضرني إجابة حاليا، لكن ربما أستفسر من الإدارة المختصة وأرد عليك في وقت لاحق. شكرا جزيلا لك سيد عصام العول المتحدث باسم مصرف ليبيا المركزي، نكتفي بهذا القدر معك ونشكرك جزيل الشكر. أعود إليك أستاذ ناصر الكراوي رئيس لجنة أزمة طرابلس. ربما هي أزمة السيولة والمرتبات يعني تترتب عليها حل كثير من الأزمات. استمعت إلى التوصيف الذي ذكره السيد عصام العل، هل لديك أي تعليق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نقول للمشاهدين كل عام بخير إن شاء الله، يعني رمضان هذا تكون اخر رمضان في الازمات، لان تولينا احنا ثلاث سنوات واحنا نعانوا في الازمات، كل رمضان فيه ازمه بشكل او بروح. ازمه السيوله طبعا ازمه مركبه، وممكن نتكلم على السيد عصام. انا هنايا بالنسبه كدور البلديات، بالنسبه احنا نسعى مع المصارف التجاريه كيف تخفف الضغط على المواطنين، كيف انها تنظم الشغل نتاعها، كان في مشاكل في الحمايه نحاولوا ان احنا كيف نسعى، هذا جزء. لكن في رساله نبي نوجهها من الكلام اللي قال السيد عصام، لما نسمعوا بمبلغ 26 مليون دينار سيوله موجوده في المنازل، يعني رقم رهيب. احنا ممكن نحتاجوا في المرتبات ممكن نحتاجوا لزوز مليار في الشهر. يعني نقولوا ان احنا كمسلمين ويعني نخاطبوا تو احنا الناس اللي عندها ضمير والناس اللي عندها دم من التجار، لو انت 10% من المبلغ من السيوله اللي عندك تحطها في المصرف حتخفف الضغط على الناس. التجاره حركه مستمره ومتداوله، انت لما تنزل الفلوس الناس بتشري منك البضاعه وتبدا عمليه متحركه. لكن احنا يعني 26 مليار وحيجي المليار هذا اللي جاي وحيمشي الناس تاخذ مرتبات ويمشي يتخزن في الحياش مره ثانيه، هذا وضع كارثي يعني. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني ان احنا نوجه رساله ايضا في عمليه ان احنا نقاط البيع، يعني المتاجر الكبيره والواحد يجب ان احنا نكون زي العالم الثاني المتطور، ان احنا نستعمل البطاقات. يعني احنا مصرف الجمهوريه عنده 700 ألف بطاقه صادرهم للزبائن نتاعها،
يعني لو ان التجار الكبار والواحد ان يستعملوا يبدو حتى جزء من الشغل نتاعهم عن طريق نقاط البيع، كيف يكون متوفر الكروت يبدا المواطن عنده يمشي يقدر، فهنا في حتى عمليه تامين وفي عمليه يعني حركه كويسه. فهذه النقطه الثانيه، وهذا من الحلول المطروحه، واحنا ندعو هذه الحلول انت تقترحها على من؟ على مصرف المركزي ام على لا لا بالنسبه لمصرف متى مصرف الجمهوريه والصرافه موجوده عندها الالات، نقول التجار يمشوا ياخذوا الالات هذه، يعني احنا عندنا اسواق كبرى موجوده داخل طرابلس، عندنا مثلا عيادات يعني الشخص بيمشي يعمل عمليه ب 1000 و 1500 جنيه، يعني انت بدل ما تاخذ منا نقدا يعني انت تطالب المواطنين ان يتعاملوا عن طريق هذه النقاط. نطالب ان الجهات ان هي تتواصل وتركب نقاط البيع هذه في عندها هي في وفيه بارك الله فيهم في بعض التجار وفي بعض المصلحات اللي تستعمل في العمل هذا. احنا يعني الحل لازم نشاركوا فيه جميعا. احنا ما يعني نقولكم ونقول انا كان بنقولوا الدوله سراب. يعني تكاد تكون غير موجوده الا مسميات. لا طيب. لان ما تقدرش تخدم بروحها. طيب دعني اتحول الى السيد اشرف المريمي مدير الاعلام بشركه الكهرباء، واعتذر يعني انه بقي ربما لفتره طويله وذلك يعني لبعض الظروف لدينا. السيد اشرف المريمي، بداية قبل أن ندخل في قضية الكهرباء ومشاكل الكهرباء ورفع الأحمال إلى آخره، أريد أن أستمع إلى تعليق منك على ما استمعت إليه من السيد عصام العول بداية. نعم، أحب نشكر في البداية ضيوفك الأستاذ ناصر عضو لجنة الأزمة والأستاذ عصام العول متحدث باسم مصر الطيب المركزي. يعني هو عباره عن ايصال لبعض المعلومات وصلها للمواطن الكريم حول تاخر المرتبات واسباب التاخر. لكن كحل جذري ما عطناش حل جذري على المشاكل القائمه في كيفيه توفير السيوله في المصارف، كيفيه التغلب على المشاكل المواطنين. لان المواطنين بالضبط يعني كنا نتكلم بصفتي كمواطن، يعني كنا نعاني من مشكله نقص السيوله في المصارف، يعني حتى الواحد مرتبه نازل من شهر 11 مرات لا تبقى قاعد ما خلصش، يعني موضوع كارثي في الدياب. يعني فنحاول قدر الامكان ماذا بيا لو ورنا المصرف في المركز ينظر لهذا العين باعتبار، يحاول يدير حلول جذريه للمشاكل المتفاقمه. هي نعرف ان ازمه ما هيش خدمه المصارف فقط، الازمات كبيره جدا، ولكن على الاقل نحاولوا نعم. طيب سيد اشرف المريمي، هذا النقص في السيوله والتاخر في المرتبات الذي اشتكيت منه في قطاع الكهرباء، هل او ما حجم تاثيره على ازمه الكهرباء التي يعيشها المواطن الليبي اليوم؟ هل هي بنسبه كبيره ام ان سبب مشكله انقطاع الكهرباء اسباب اخرى غير موضوع المرتبات والسيوله؟ لا اسباب انقطاع الكهرباء مشاكل كامله بعيده كل البعد عن المرتبات. احنا بنتكلم لو بنتكلم على مبدا الوطنيه، اشتريت العام الكهرباء يعني في عز الازمات، في اقوى الازمات، في قمه المشاكل، كانوا قائمين باعمالهم على اكمل وجه. يعني لو مبدا الوطنيه لو اني كنت عرفه عن طريق الشركه العامه للكهرباء وموظفيها. ضحينا بالكثير من الشباب الخيره والفنيين المنتجين يعني في الشركه العامه للكهرباء، وفي سبيل انهم يوصلوا الكهرباء لبعض المناطق وتعرضهم للاصابات. والحمد لله لا زالت الشركة العامة قائمة بواجبها على كل وجه، يعني في أسوأ ظروف عند الآن لا زالت تعمل ولا زالت تعمل إن شاء الله. طيب سأتابع معك عن أسباب انقطاعات الكهرباء عن مدينة طرابلس عموما والقضايا التي تتعلق بهذا الموضوع. ابقى معي سيد أشرف المريمي مدير الإعلام بشركة الكهرباء، وكذلك ضيفي هنا سيد ناصر الكريو رئيس لجنة الأزمة بطرابلس. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد.
النقما فلا أنت خالا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوان. مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين، ونجدد الترحيب بضيوف الكرام. هنا معي في الاستوديو السيد ناصر الكراوي، رئيس لجنه الازمه بطرابلس المركز وعضو المجلس البلدي طرابلس المركز، ومعي عبر الهاتف السيد اشرف المريمي مدير الاعلام بشركه الكهرباء. واعود اليك سيد ناصر الكراوي. سيد ناصر الكراوي، انت رئيس لجنه الازمه بطرابلس ببلديه طرابلس الكبرى. بلديه طرابلس المركز عفوا. ما هو دور لجنه الازمه؟ هناك عديد من الازمات. هل هناك أزمات أنتم يعني معينة متخصصون بها في معالجتها وفي حلها، أم أن جميع هذه الأزمات لديكم دور ما في معالجتها، وما هو هذا الدور؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا تمر المدينة بأزمات كثيرة، ونحن بحكم يعني لنا العلاقة تو من 2013 من البيت مشكلة المياه وعلاقة بالقطاعات كلها، فإحنا أي حاجة لها علاقة بالحياة المباشرة المواطن يعني لينا تواصل مع لجان الازمه او الجهات اللي لها علاقه. مثلا احنا الحاجات الاساسيه اللي من نبت عيوننا نشوف فيها الكهرباء، المياه، النظافه، فهذه تعتبر حاجات اساسيه، مثلا الخبز، الحاجات اللي لها علاقه بالمعيشه. كلجنه ازمه نحاولوا كيف ولما تكون عندنا مشكله كيف نتواصل مع الجهات. احيانا تظهر مشاكل في الوقود، في الغاز. الوقود هذا طبعا الحمد لله يعني احنا تولينا ان شاء الله بيسر الامور، يعني فتره الامور انتظمت واللجنه يعني ماشيه الامور مع الشركات والوضع ماشي كويس. فعندنا خمس ست حاجات اللي هي تعتبر كازمات، واحنا طريقه العمل بتاعنا احنا نتواصل مع الجهات ومع لجان الازمه الموجوده في الجهات. يعني تو مثلا في مشكله كهرباء احنا على تواصل مباشر مع التحكم مع الشركه في عمليه ان احنا نشوفوا شو الاشياء. مثلا مشكله القمامه هي يعتبر اختصاص اصيل للبلديه، لكن للاسف ان لحد الان لم ينقل هذا الاختصاص، فاحنا نتعاون مع لم ينقل هذا الاختصاص من؟ من شركه خدمات اللي عن طريق وزاره الحكم المحلي للبلديه. فتقوم بشركه الخدمات، فاحنا في تعاون مع شركه الخدمات في حل المشاكل اللي تواجهها، سواء كانت مرتبات، سواء كانت مشاكل امنيه، سواء نحلوا او حتى مشاكل يعني اداريه، كيف نحلوا معاهم في الازمات باش تحسن مستوى الخدمه للمواطن. فكل جهه ولها طريقه التعامل معها. فاحنا يعني تو حتى بالنسبه لازمه المصارف، نحن كيف نحاولوا كيف دو التامين، شو المشاكل المواطنين، يجوا الناس يشكوا على بعض الحاجات، فاحنا نبلغوا المصارف على الشكاوي ونحاولوا نحلوا معهم في الاشكاليات، التواصل مع الوزارات. يعني في بعض الجهات اللي ما تقدرش تتواصل مع الوزاره، احنا نتواصل مع الوزارات مع الجهات الموجوده. يعني فهذا دورنا يعني بشكل كبير، ومن خلال العلاقه اللي كوناها خلال ثلاث سنوات، مثلا المطافي ايضا معنا في شغل كبير، اللي هو الصرف الصحي حتى هي يوميا يعني في تواصل معها. فهذه كل الخدمات لما في مشاكل احنا نتواصلوا كيف نحل المشاكل مع بعضنا لتدليل الصعاب قدام المواطن. طيب سيد اشرف المريمي، بالعوده الى مشاكل طرح الاحمال ومشاكل الكهرباء، البعض ربما يتساءل يقول يعني ان تونس مثلا يعني عدد سكانها ربما ضعف او اكثر من ضعف عدد سكان ليبيا، ومع ذلك فاستهلاك ليبيا من الكهرباء ربما اكبر. لست ادري ان كنت تصحح هذه المعلومه وتعلق عليها بدايه، ما سببها؟ نعم نعم، في بعض المنظمات العالميه قامت باجراء استفتاء على معدل استهلاك الفرد في منطقه حوض البحر المتوسط، فوجد ان الشعب الليبي او المواطن الليبي فات الاستهلاك على المعدل الطبيعي مقارنه بتونس او الشبكه التونسيه. احمالها تقريبا توصل ل 3500 ميجا وات مقارنه باستهلاكها اللي هو في المجال هذا. اما في ليبيا وصل الاحمال بتاع الشبكه الليبيه الى 6200 تقريبا، 6150. يعني يعني لما تقارنها بعدد سكان تونس يعني 12 مليون وليبيا 6 مليون تقريبا، يعني استهلاك مكلف جدا جدا للكهرباء للمواطن الليبي بصفه عامه. احنا نعرف ان نمو الاحمال في دول العالم في تزايد مستمر سنويا، حيث يتراوح من 9 ل 15% حسب التوسع العماني للدول. احنا في ليبيا لاحظنا النمو هذا في ازدياد كل سنه، واحنا من 2000 سنكون اكثر مصداقيه، من 2009 لم يتم انشاء
اي محطه جديده على الشبكه الكهربائيه باستثناء اللي نتعاقد عليها سابقا، يعني زي محطه طوباري، زي محطه الخليج، زي محطه غرب طرابلس. وهذه المحطات حاليا متوقفه بالكامل نظرا لعزوف الشركات الاجنبيه للعوده الى البلاد لاستكمال عمل الانشاء لهذه المحطات نتيجه الاوضاع الامنيه التي لا تخفى على احد. رغم ذلك الشركه العامه للكهرباء لا زالت تقوم قدر الامكان بتوفير الكهرباء وموظفو الكهرباء رغم انهم لا يتقاضون مرتباتهم منذ اكثر من 4 أشهر لا يزالون يؤدون أعمالهم، ولكن مع ذلك يعني سكان طرابلس على وجه التحديد يشكون من أن طرح الأحمال لديهم يرونه أكبر ربما حتى من مناطق ومدن مجاورة. أولا ما تعليقك على هذا الكلام وما هي أسبابه إن صحت؟ نعم، خلينا نكون أكثر واقعية. إحنا كدائرة إعلام الشركة العامة للكهرباء تسعى لإيصال وتوضيح ما يتعلق بشؤون الكهرباء من مواضيع تلامس المواطن مباشرة. الأستاذ ناصر، المهندس ناصر الكبير، قال كان أحد الأشخاص الفعالين الموجودين معنا في الشركة العامة للكهرباء ولاحظ حجم الأعمال اللي يقوم بها الموظفين بالشركة. بالنسبة لطرابلس لها بعض الخصوصية، يعني بحكم أنها مركز حمل كبير جدا، يعني قمة يعني جل الاستهلاك في الشبكة الكهربائية في منطقة طرابلس، يعني لو نتكلم بكل شفافية شارع واحد في طرابلس يضاهي احيانا المدينه كامله قاعده طرابلس. يعني نتيجه الاستهلاك المفرط للكهرباء في ليبيا بصفه عامه، لكن خلينا نوضح النقطه هي. احمال طرابلس قد تصل من 4000 من قلت طرابلس، يعني نتكلم عن المنطقه الغربيه، خلينا نتكلم عن المنطقه الغربيه بالكامل. احمالها 4370 الى 4500. اما الانتاج الموجود بهذه المناطق المتمكنه في محطات الرويس الجبل الغربي، محطه الزاويه، محطه مصرات الغازيه، محطه القمص، محطه جنوب طرابلس الغازيه، انتاجها يصل الى 3240. يعني في المنطقه هذه بقيمه تصل الى 1500 ميجا وات. كنا في السابق لما كانت الشبكه مترابطه كنا نجيب في الطاقه هذه عن طريق دوائر النقل اللي هي عن طريق محطات زويتينا والسير الغربي. كنا نجيبه في 700 ما يقارب 700 ميجا وات باش نغطي جل الاحمال اللي كانت في منطقه طرابلس. لكن الفتره الراهنه نتيجه الوضع الامني او خلينا نكون بكل مصداقيه، نعم، عمليه البنيان المرصوص اللي تنقلت في منطقه طرابلس ادت الى فصل دوائر الربط اللي هي الخليج زمزم جهد 220 ومسرات الخليج جهد 400 كيلو فولت. لا انكر ان حاليا نحاول قدر الامكان ان نخش في ست مناطق باش نسينوا هذه الدوائر باش نحاول نجيبوا الطاقه اللي متوقفه في ست المحطات. ناهيك عن توقف محطه الخليج البخاريه اللي تنتج ما يقارب من 300 ميجا وات. يعني كانت عديد المشاكل اللي تتصل على الشبكه العامه من توقف نتيجه الارتفاع المفرط في درجه الحراره ادى الى توقف جل الوحدات في منطقه الزاويه ومنطقه القمص. وانطلقها شركه الكهرباء انحاز قدر الامكان احنا ان نوفر الكهرباء وفق المتاح وفق المستطاع اللي عندنا. طيب سيد ناصر الكراوي، استمعت إلى هذا التقييم من سيد أشرف مري على وضع ربما أو حالة شبكة الكهرباء، لكن اللافت ما ذكره من أن استهلاك المواطن الليبي يفوق استهلاك، يعني هناك استهلاك مفرط جدا حتى بحسب الإحصاءات ربما منظمات دولية. وهذا يذكرني بالنقطة التي ذكرتها قبل قليل حول موضوع التواجد 26 مليار من السيوله من الاموال خارج الدائره المصرفيه، يعني كان كثير من هذه الازمات هو سببها جزء من سلوك المواطنين. شوف، الثقافه اللي تعلمنا بها سنوات طويله هي الثقافه الريعيه، ان الدوله تصرف كل حاجه، يعني واحد يلقى في بوي يصرف عليه في كل حاجه، مش حيخمم في ان يدير لنفسه اي حل. فالفتره اللي كانت الماضيه ان هي عباره عن كنت ثقافه افساد للمواطن. يعني المواطن لما احنا يدفع في قرشين للكهرباء هذا لو سددهم بالكيلووات، في حين ان الكيلووات يكلف فوق ال 10 قروش تدفع فيه، ف 8 قروش تدفع فيهم الدوله في المقابل. لتر البنزينه يكلف العالم كله في دولار،
احنا ندفع فيه 15,000. يعني عفوا، يعني هل هذه الأزمة أو هذا الجانب متعلق بثقافة المواطن أم أن هناك جانب مقصود؟ لا، هي ثقافة تعلم بها بثقافة سيئة. أنا تو هنا بنوجه رسالة باش ما يفهمش المواطن بالغلط. أنا مش قصدي أن أنا المواطن لا يجب أن يتمتع بخيرات البلاد، لا، لكن مش معقولة أن واحد يصرف في السيارة متاع 40 لتر بنزين والثاني السيارة متاع 200 لتر بنزين، وهذا يعبي متاع 40 لتر يستهلك فيه في أسبوع، وذاك يستهلك في يومين يعني، وهذا يدفع في 12 قرش، وهذا في 15 قرش، وهذا يدفع في 15 قرش. أنا في حوش فيه مكيف واحد وعشر لمبات، وواحد مدير 10 مكيفات في الحوش. هل معقول أن يكون في نفس، يعني حصته من الطاقة وحصته من، أيوة، يجب أن احنا ناخذها في مقابل نقدي. المواطن يأخذ في مقابل نقدي. أنت تتحدث عن موضوع رفع الدعم ربما، نقصد في حتى في جميع حيكون في مقابل نقدي المواطن، بحيث أن احنا نشعر في المساواة. احنا طالبين المساواة. هنا النقطة هي هذه، فيها شغل لازم يكون شغل لامي، أن احنا المواطن لما يحس أنه يدفع من جيبه حيحس قيمة الشيء ويديها. يعني على سبيل المثال نعطيك مثال، أنا تو كنت أنا داخل الإذاعة متاعكم، يعني هذا مثال، معلش سامحوني، في عندكم في الهانجر موجود برا هنا في الماء، الإضاءة هانجر ما فيش حتى واحد، الإضاءة والعة. لو أن في قيمة كهرباء مدفوعة فعلية، الكهرباء كان في سنسر أن ما فيش حد في الهانجر، الكهرباء مطفي. طيب، لكن يقعد 4 ساعات 5 ساعات الكهرباء تشتغل. نعم، فهنا الاستهلاك، من هنا جاي الاستهلاك الكهرباء. حقيقة أن تجيب على هذه النقطة، وقد أجابوني أن بسبب وجود أعمال جارية حاليا والقناة تقوم بدفعها. لا تدفع القيمة، لكن لما تكون القيمة الحقيقية الإنسان بيشعر. احنا توضحنا الموضوع هذا، وأنا عارف الجواب لما سألت أنا ده، لكن بنوضح لك أن كيف أن شيء هذا هي ثقافة. ثقافة أننا لازم نشعر أن هذه بلادي وأن هذه فلوسي، احنا شركاء في الفلوس وشركاء في الوطن، يجب أن احنا نحافظ عليها. لما أنت تشعر أن هذا اللي بيطلع الفلوس من جيبك أنت، سواء أخذها عبد الرحمن ولا أخذها فلان ولا فلان، هذا ما الفلوس اللي حنشعر ببلادنا. لكن أنا نشعر أن هذا اللي بناخذه أنا ما يهمنيش أن بيوصل لعبد، نأخذ من عبد الرحمن، هذه هي المشكلة. قضية الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية، يعني هل يعود ربما حتى لسبب عدم دفع أصلا فواتير الكهرباء، ما يعني يستهلك قدر ما يريد، قدر ما يرغب، دون أن يكلفه ذلك أي شيء. هو طبعا تو في كلام في الشارع يقول أنا الكهرباء مقطوع علي وعلاش بندفع. يعني هذا كلام، وهي طبعا هذا تعبير خاطئ لسبب، لأن تو احنا عندنا، نعطيك أمثلة في الاستهلاك المفرط واللي مؤدي. يعني احنا عندنا مصانع الخام معبية في مناطق معينة في بلدية داخل طرابلس، مصنع الخام اللي يشتغل فيه مش ليبي، والفلوس الإيراد متاعه هو عبارة عن أجر قطعة أرض، واستهلك فيما يستهلك 100 حوش من الإنارة. فهذا أنا لما المواطن احنا تاخذ فينا العاطفة، نقول لما احنا نتكلموا على الترشيد ونتكلموا على الفلوس ونتكلموا كذا، كل مواطن يشعر كأننا نقصد اللي في جيبه. لا، احنا ما نقصدوش هيك، نقصدوا أنك أنت في أعمال تأدي فيها تجيب لك في إيراد، يبقى لازم تدفع في مقابلها دخل للدولة. فاحنا الشيء المهم أن احنا شعور أن هذه الطاقة، احنا زمان يعني آبائنا والله كذا قبل 20-30 سنة كان الكهرباء يجي يقول لك طفي الضي، ما كذا، ما ديرش، حافظ على النعمة، حافظ على أشياء. هذه الثقافة أصبحت مفقودة داخل المجتمع الليبي، أصبح أن كل حاجة من حقي، كل حاجة نديرها، كل حاجة كذا. هذا هو أدى لسبب، يؤدي إلى تفاقم الأزمات وصعوبة حلها. سيد أشرف المريمي، يعني بالحديث ربما على الجانب الأمني الذي ربما تطرقت إليه، وجود بعض الأزمات الأمنية في بعض المناطق ربما يعيق صيانة بعض المحطات، أيضا هناك أخبار تتداول عن اعتداءات على بعض المحطات وحتى بعض الموظفين في شركة الكهرباء. هل فعلا يعني تعانون من اعتداءات وموظفيكم، عوضا عن أنهم لا يتقاضون مرتبات يتم الاعتداء عليهم حتى بالضرب يعني أحيانا؟ نعم بارك الله فيك على اللحظة الكريمة هذه. نحب ننوه نقطة، أن بالأمس تمت غرفة التحكم متحكمة أو مسيطرة على إمكانيات الكهرباء على المستعمل، وتم التعرض للموظفين أو العاملين المشتركة بتلك الغرفة إلى الضرب. نحب نوضح حاجة، أن الموظفين في غرفة التحكم أو في الشركة العامة للكهرباء جلهم من أهل طرابلس، يعني حتى هم يعانوا من نفس المشكلة. يعني ما سبب الضرب هذا ما كانش فيه أي مبرر، لأن شنو مصلحتي أنا كموظف في الشركة العامة للكهرباء أني نفصل الكهرباء على حوشتي، يعني يقعد بالعشر ساعات او 12 ساعه هارب عليا. يعني هي العمليه من ناحيه ان كنا ليبيين وفي مركب واحد،
يعني نحاول قدر الامكان ان نتكافئوا مع بعضنا نتجه هنا في الصعب. يعني فقط الاعصاب في المحافظه هذه قد يؤدي الى غرق المركب بالاكيد. وان شاء الله ان شاء الله ربي يستر ويسلم. طيب. ان شاء الله. اعمالكم جاريه وتحاولون يعني معالجه وصيانة بعض الوحدات والتقليل من رفع الأحمال. الآن أين وصلت هذه الجهود؟ هناك انقطاعات في مختلف مدن ليبيا يعني للكهرباء. تقليل من رفع الأحمال أو من طرح الأحمال، هل نتوقعه في المدة القادمة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة أن يزيد، أم أن ربما تتمكنون من معالجة بعض الإشكاليات وبالتالي تقللون من قضية طرح الأحمال؟ نعم، في بداية الحديث نحب ننوه أن ليبيا مناخ شبه صحراوي أو قد يكون صحراوي بالكامل. وجل الوحدات العاملة بالشركة العامة الكهرباء كوحدات إنتاج تشتغل بالوقود الغازي، يعني تقريبا 80% من الوحدات تشتغلها بالشبكة الكهربائية وقودها غازي. والوحدات الغازية معروف عليها أنها بعد ارتفاع درجات الحرارة كل الكفاءة المولد أو إنتاجية المولد بقيمة 30%، يعني مدى المولد لما كان بدل ما كان يعطيني 60 رواتب يعطينا 28 أو 110، نقصد للسبب ارتفاع درجة الحرارة، يعني تصل من 40 إلى 45 درجة مئوية، وكلما زاد الارتفاع زاد الفاقد، يعني قدرات الإنتاجية تنقص. حاليا طرق السيالة في انتظار انتهاء استقرار الوضع الأمني بمنطقة سرت للعمل على صيانة دوائر الخليج زمزم 22 ومسافة الخليج 400 كيلو فولت، ولو تم صيانة هذه الدوائر راح نستجلب طاقة من منطقة جبابية والواحات والتزرب والكفرة. عندنا وحدات إنتاج في المناطق إنتاجها قد يصل إلى 700 ميجا وات، يعني بنجيبوه مع دوائر الربط الداخلي إن شاء الله، وراح يلاحظ المواطن بإذن الله التقليل في ساعات طرح الأحمال إن شاء الله. طيب سيد ناصر الكريو، ربما تحدثنا قليلا عن أزمة السيولة عن أزمة الكهرباء، هناك أيضا مشاكل في 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 موضوع القمامة، يعني التي تتكدس في مختلف الشوارع بشكل ليس فقط مزعج إنما مخيف ربما. ما أسباب هذه الإشكالية؟ ماشي غير بنرجع لنطر موضوع الكهرباء ونطر موضوع القمامة. طبعا يوم كان في اجتماع للمجلس الرئاسي مع بلدية المنطقة الغربية مع إدارة شركة الكهرباء، وتم تدارس في عملية طرح الأحمال، وعلى أن لازم تكون طرح الأحمال بصورة عالية لجميع المواطنين الموجودين في المنطقة، وتم اتفاق مع جميع البلديات على أن بالتوافق، وتم تشكيل لجنة عليا من وزير الداخلية ووزير الحكم المحلي والشركة العامة للكهرباء وعمداء مجموعة البلديات، بحيث أن يتم متابعة الموضوع هذا ويتم متابعة طرح الأحمال بحيث أن يمشي بصورة عادلة. لأن طبعا زي ما يسمعوا في الكلام والإشاعات، وفي فعلا بعض المناطق ما كانش فيها طرح أحمال وفي اللي طرح بسيط، فهنا تم اليوم كان في اجتماع يعني اليوم في الموضوع هذا. طبعا الاجتماع جاي بعد سنتين، كان هذا المفروض الاجتماع يعني كان الاجتماع هذا كانت نفس الأزمة سنة 2014 في نفس الوقت هذا في نفس الموضوع، وكان يفترض في اجتماع المستوى مصارش، وكان توني صارت اشتباكات المطار وصار. فتو الاجتماع هذا اليوم كان بناء طلب من المجلس الرئاسي، استدعى الجميع وحط كل واحد في الدور نتاعه ويتحمل بحيث يتحمل مسؤوليته، بحيث ان احنا نحاول نخفوا ان تكون العمليه مشاركه، لان احنا اصبحنا نلاحظوا في ان في تعديات على المشغلين المحطات، علي كيف ما تقطعش على المنطقه الفلانيه ونقطع عليا حتى انا تمشي بقوه سلاح. وامس كان يعني كان في خطر ان ممكن يحدث بلاك اوت في المنطقه بالكامل، يعني المنطقه الغربيه ومنطقه طرابلس بالذات كان يحدث فيها انطفاء بالكهرباء بالكامل، كانت حتقعد ممكن يوم او يومين من غير كهرباء. سبب ان كل منطقه يمشوا شباب بسلاح شغل الكهرباء حيصير. وهنا من هنا ندعو الجميع، نقول له العمليه انك انت لما تمشي لمحطه الكهرباء او تجي محطه التحكم وتقول له ولع الكهرباء ممكن تنهار الشبكه، انت بدل ما كنت تعاني في 8 ساعات حتعاني 24 او 48 ساعه مش حترجع لك الكهرباء، لان احنا في طرابلس ما نجوش في كهرباء. فيبقى احنا الدور بتاعنا احنا كعاصمه، وان احنا عندنا اكثر من 2 مليون ساكن، ان احنا كيف نتعاونوا مع بعضنا جميعا. لتو النقطه الاولى اللي هي العدل في طرح الاحمال، تم اليوم فيها خطوه كويسه في من خلال اتفاق مع البلديات، وتم الاتفاق من خلال المجلس الرئاسي والشركه العامه للكهرباء.
الخطوة الثانية أن احنا كمواطنين يجب يكون عندنا شوية وعي في أن احنا الكهرباء زايد علينا، والسنة الماضية بدأنا في حملة هي عملية السخانات متاع الكهرباء، أن كيف كل واحد يطفي السخانات متاعها وكيف ينقص من استهلاك اللمبات. الكبار المستهلكين اللي مداير في صالة 400 لمبة واللي مداير 1500 لمبة نقولوا لهم اتقوا الله. في المواطنين إخوة اللي عندهم في مزارعهم مدايرين كشافات، واللي مدايرين في المخازن متاعهم كشافات كبيرة أيضا، أن هم كيف في ربما هذا الموضوع يحتاج إلى حملة مكثفة يعني محتاج من الجميع. احنا نوجهه تو من خلال القناة ونعرف أن عندها جمهورها وأن جمهورها يخاف الله سبحانه وتعالى، وكل بين يخاف الله سبحانه وتعالى في الشهر هذا. كل بين يعني بصفة عامة الحمد لله في رمضان الناس يعني كلها تحب أن تأدي الخير، فاحنا نخاطب الخير في قلوب الناس كلها. يعني أنتم تصدق زي ما طلبنا من التجار أنهم يتصدقوا بأنهم يودعوا فلوسهم في البنك، باش نطلب من الناس أنهم يتصدقوا حتى في الكهرباء، لأن راه في ناس، لأن في للأسف أن احنا نقولوا احنا متجهين لعملية طرح أحمال بالكامل على مناطق اللي هي لأنك أنت المنطقة ما تبيش توصل حيفصل عليها من خارجها، فيبقى حتى المستشفى حيفصل عليه حتى وحتكون فيها مخاطر. وهذه صدر فيها جد فيها حتى تعليمات، فيبقى الجميع أن احنا نتعاونوا كيف أن احنا نطلع المركب مع بعضها. فحبيت قبل ما نطلع موضوع الكهرباء نشيل النقطة هذه. طيب. بالنسبة للقمامة، بالنسبة لموضوع القمامة يعني احنا في طرابلس مركز بدت المشكلة في طرابلس مركز قبل ما تنتقل للبلدية الثانية. طرابلس مركز طبعا يشتغلوا فيها شركة الخدمات العامة وهي فقط، في البلدية الثانية يشترك شركة الخدمات العامة ومتعاقدة مع شركة مساندة. طيب. في طرابلس المركز طبعا وفي طرابلس كلها العمالة الأجنبية مرتباتها للأسف أن 9 و10 و11 و12 جزء كبير منهم ما قدرش يسحبوا حتى صكوك متاعهم، وزيدها 1 و2 و3 و4 و5 وكانوا حتى المواطنين 9 أشهر يعني تقريبا 9 أشهر، وحتى الموظفين الليبيين تو تقاضوا 1 و2 يعني 3 و4 و5 ما يتقاضوش. مع هذا في نحاولوا كيف تكون خدمة في طرابلس. الخدمة نشتغلوا بنص العمالة لأن ما فيش عزفوا الناس، حتى العمالة عازفة أن هي تخدم في المعاونة. صار تكدس في القمامة، لكن الحمد لله بتدخل الناس الخيرة وبعملية أن كيف عملية تصرف الجزء من الفلوس وبالنسبة للموظفين بدأت الحركة تشتغل. طبعا تكدست في بشكل كبير. بالنسبة لطرابلس مركز بدأت عملية النظافة متى بدأت؟ يعني توليها 4 أو 5 أيام بصورة كبيرة. وهنا نوجه أيضا دعوة للمواطنين، يا ناس ساعدونا في حاجتين في الوقت الحالي باش اللي هي عملية مخلفات البناء وعملية السلع المعمرة اللي قاعدة تلوحوا، اللي هي بداية أنك داس في شوارع فيجي المواطن يلقاها يلوح في جنبها القمامة. وايضا بالنسبه لعمليه الاكل ان احنا نجمع انت 3 4 أيام في الثلاجه وبعدها ننزلهم في مره واحده، مش كل يوم، لان حتى تفادي العماله نازلين بعماله ونحاول ننظفوا فيها. بالنسبه للشركات المسانده كان اجتماع تقريبا 4 أيام فاتوا في بالنسبه للبلديات الاخرى، وصار على اساس ان بارك الله فيهم حتى متاخر المخصصات نتاعهم لكن نزلوا العمل. طبعا لاحظوا القمامه ان هي عمليه عباره عن تراكميه، وصلت في بعض المناطق جبال يعني زي ما وصفتها انت حضرتك تبات من القمامه، واحنا في موسم صيف. فهنايا احنا يعني ندعو حتى زي ما قلت لك تعاون المواطنين، مش كل قمامه يعني نقدروا ننظموا حتى القمامه في رميها لما تكون في ازمه. يعني انت ممكن الثلاجه نتاعك تقدر تاخذ 3 4 أيام ماكله وبعدها تنزلها في مره واحده تمر عليك شكل الخدمات. فالعمليه محتاجه تعاون كبير. احنا ما نرميش الكيد على المواطن، لا، لكن احنا كشركه لازم نقتنعوا ان في ازمه. طيب ربما هذا يتطلب حتى قدر من التنسيق ما بينكم وبين شركة الخدمات وأيضا ما بين المواطنين، يعني وضع برنامج معين لموضوع جمع القمامة. احنا دعينا بالنسبة للمواطنين من بداية قبل رمضان بداية، أنا تكلمت وطلعنا ونزلنا الموقع بتاعنا وعلى الوحد وبنبدأ في حملة أن احنا القمامة في شهر رمضان تطلع بها صلاة العشاء، بحيث الشركة تبدأ تخدم آخر الليل والصبح تجمع القمامة بحيث أنها ما تتراكمش وتعمل روايح. الموضوع لازم زي ما قلت لكم بكري احنا في سراب، يعني الدوله مازال مش موجوده، احنا كنا الدوله وراو دوله من غير مواطنين. لابد ان يقوم الجميع ب نعم. انا اريد ان اشير الى ان كان من المفترض ان يكون معنا السيد بشير العكوني مدير عام شركه الخدمات طرابلس، شركه الخدمات العامه طرابلس، ولكن للاسف هاتفه خارج التغطية، هناك أزمة حتى في الاتصالات. سيد أشرف المريمي، ربما في كلمة أخيرة لك تريد أن توجهها عبر شاشتنا. نعم، نحب ننوه نقطة أن يعني يجب دائما التطرق إلى ما تعرضت له الشبكة العامة من تخريب وغيرها من الظروف التي صاحبت أحداث والأضرار اللي حدثت فيها في المعدات والمحولات والخطوط ومحطات التوليد، وفقط اتصالات التواصل ما بين اطراف العمليه التشغيليه. الرقم المطلوب انهد.
وانعكست علينا أزمة الاتصالات الآن، وانقطع الاتصال للأسف بالسيد أشرف المريمي في الدقائق الأخيرة أو في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج. إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا هنا في الاستوديو السيد والمهندس. ما شبوك ما خير كممكن. تفضل ربما نعطيك اللحظات التي كانت السيد أشرف. نقولوا أن راهو إحنا ما نحملوش في المواطن أكثر من جهده، لكن راهو إحنا بلادنا لازم تعاونوا فيها جميعا. راهو والله يا ناس راهو هذه ليبيا، وراهو يعني ناس دفعت فيها ثمنها وما زالت تدفع في دمها ثمن لهذه. معلش نتحملوا كلامنا ونتحملوا نقدنا ونتحملوا كذا، راهو كان نبنوهاش وكان ما نتعاونوش فيها. يعني زي ما قلت لك ما في حد يعبنا في دوله ولا بلديه ولا، كل واحد يسعى بجهده وكل واحد قدر طاقته بدوره قدر ما يقدر ويبادر. أيوة. من اجل حل هذه الاشكاليه وهذه الازمه. شكرا جزيلا لك سيد ناصر الكراوي رئيس لجنه الازمه طرابلس المركز، وكذلك عضو المجلس البلدي بطرابلس المركز. ونشكر السيد اشرف المريمي مدير الاعلام بشركه الكهرباء، ونجدد شكرنا للسيد عصام العول المتحدث باسم مصرف ليبيا المركزي. والشكر موصول اليكم اعزائي المشاهدين لطيب متابعتكم. نرجو اننا قد وضحنا على الاقل جانبا من الازمات الحاصله في ليبيا. حفظ الله ليبيا. دنوا في امان الله.